أمير المؤمنين تاس لبقب والله لقبيا إلا إلى الحديث الأول حديث كهوه الرئيا مروي واحد لقوري عن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي أبي حفص عمر بن الخطاب الحديث الأول انت متدلق الدكتور خبرنا الله سو قدره طريقة الله بعض واحد تهاي وكان صيفة عن إن لا يراه ذا روى البخاري ومسلم أو مصنف كصوص على حديث ك لوب بالله وركا أو لرذا روى البخاري ومسلم بخاري ومسلم وحي كوريا عن أمير المؤمنين ترى نفيا عن أو مركا لا يراه ذا الحديث الأول حديث كوهرية مروي وحال جوري عن أمير المؤمنين نوع مجهول يا كتير مجهول كان ضعيف كالله استعماله نوع عسى مركا حوجا كتير لكن أضعت روى البخاري ومسلم بخاري ومسلم كوريا عن أمير المؤمنين واتكنا بتقلي مارك حوغا قاس أبي حفص أمير المؤمنين كاسو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب روحيري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه إنما وحك لماهن الأعمال صحة الأعمال عمليال كان صحة دودو بالنيات نيوين كيهادين وإنما وحك لماهن لكل امرئ قف والبوحة أصبنا ذي ما نواوح نيستي فمن قف كي كان ضيها تهجرة وهجر ديسة إلى الله الله درتيس إيا ورسوله رسولك إن أقرقاره فهجرة قبك سهجر ديسو إلى الله الله يوهانا يا ورسول رسول كيسا ومقبولة أيه النقنة ومن كانت قبك النقطة هجرة هجر ديسو للدنيا الدنيا يصيبها أهليه أو امرأة نما إسلام ينكحها أقرسن أيه فهجرة قبك سهجر ديسونا إلى ما شيء أيه أهاتي هجر إليه وسو هجرو دي رواه حديث كسوح وريين إمام المحدثين علماء المحدثين تلبدوا دي إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المقيرة محمد بن إسماعيل محمد كاس ابن إسماعيل 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 كاس ابن إبراهيم إن إبراهيم إبراهيم كاس ابن المغيرة إن المغيرة مغيرة عصو ابن بردزبه إنا بردزبه البخاري مغالة البخارة ليرا اللون نسبي إيا وابو الحسين أيا وريين مسلم ابن الحجاج أبو الحسين مسلم مسلم كاسو ابن الحجاج إنا حجاج حجاج كاسو ابن مسلم إنا مسلم مسلم كاسو القشيري قبيلة غير قشير اللون نسبي النيسابوري مقالة النيسابور نلون اسمه رضي الله عنهما بخاري إيا مسلم لبدو الله رالك النقض في صحيحيهما لبدو ذا كتاب صحيحه كوريين الذين لبدو هما لبدو ذو أصح الكتب كتب توقو صحيح سن كتب المصنفة الألفي حديث كوقو الرئي أوشيق كتاب كتب الله ذي وحال قوري عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السقا أبوه الرئيين مقا عاص خليف كعام بحاء ومقا عاص الله بحيو أمير المؤمنين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ديكر أمير المؤمنين خليفة رسول الله أمبالا ديكر مركا وحو خليف النقضي مركي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أولنتي أبو بكر كدر دارمي أبو بكرنا دورشة الصحابة دور معناها بيعة الصحابة أيو كسوغ ناطي إمام نمديس بيعة الصحابة بيعة لقالين سيداس كسوغ ناطي أبو بكر الصديق إمام نمديس أو خليف كي رسول ككل نغض markii asagu dhimanayayna wuxuu ka dardaarmay Umar ibn Khattab khaliifka ka dambeeyay inuu noqdo dardaarankaas Umarna imaamki muslimiinta ku noqdo imaamki muslimiinta
waxa weeyaan Abu Bakar dardaarankiisu ku noqday walida siyaas daraadeed waxay yiraahdaan al ilmigu khilaafadi Umar ibn al-Khattab oo toranka sano iyo dhowrka bilood ahayd ee dhulka ka buuxday cadliga iyo nusrada oo muslimiinta ilaah ugu gargaaray waa xasanatu min xasanat Abu Bakar as-Siddiq xasana xasanat Abu Bakar as-Siddiq kamid weey dhamaantii sababtoo ah waxa weyn asaga u dooray مسلمين عمر بن الخطاب انه امير النقض وح الله مركا وناجي وليم اسغا سبب وها اجر كيدولي ايودا عمرنا لغا نقسامين مركا وا حسنه من حسنات ابي بكر الصديق رضي الله عنه لبدا الطريق مدحوين النمضه اي كسوناتنا وا لبداس بس شرعي ان وح ويان قف كان اهل الحل والعقد اي بيع على غلان سيد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أهل الحل والعقد نصدح قولا ليرا بس وحا ليرا هذا العلماء والعلماء والأمراء تدك إيدا كله لابو أو مسلمين تا إيوه ووجوهان ناس تدك تدك أوحد لو قبائل كأوحد لو صلاة دين تا إيوه بقرابة أوحد معناها نبضو نظر بجيد صدح داسا وحا ليسوير هذا أهل الحل والعقد تدك تدك وحنا أحرى وحنا أفرى ee talaabo ay ka go'do kana furan qofka ay beecada la galaan yiraahdaan adaa imaamka muslimiinta sidaas uu sharci ku yidhi waa dariiqa sharciye waana sidii Abu Bakar as-Siddiq ay ku sugnato imaamnimadiisu dariiqada labaad ay ku sugnato imaamnimaduna waxay tahay dariiqadaas oo ah in imaamkii hore markuu dhimanayo ka dardaarmo kan ka dambeeyay ayadana waa dariiqa sharciye waana dariiqada uu ku sugnaday Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dariiqa kale ee in loo maro imaamnimada ama madaxweynenimada ay banaantay ma jirto waa xaraa inta dulqo kale dhamaan waa xaraa in jabhad samaysato soo abaabusho la dhacdo madaxyada isdul saarto ilaa aad ku guuleysato xaraan wey dimuqraadiyad inaad u marto oo doorasho loo galo oo baarlamaan loo sameeyana xaraan wey waa dariiq shaydaan ma ahan dariiqada Abu Bakar as-Siddiq lagu doortay Abu Bakar as-Siddiq ahlu al-hal wal-aqd ya doorteen waa culimadii waa dadkii wax weyn umarada ahaa waa dadkii dadka wax u dhii jira nabadoonada ahaa dhamaan waa dad muslimiin oo ahlul adl yahay weey dhamaan dadka la sheegay laakiin baarlamaan faasiga iyo ragga iyo dumarka wax iyo xataa gal iyo muslimiin lama kala soo xalale diin xagga noo dhiga waxa weyn dalka naga dhaxay marka diin shaqo kuma leh dariiqadaas wax shaqo diin kuma leh waxa la rabaa labadaas dariiqa imaamnimadu ku sugnataa bis dariiqo waxa jirta haduu ku yimaado waa baadil inuu ku yimaado laakiin markuu yimid kadib aan lala in aan la inkirin oo waa maxay duunta jabeed iska noqdo oo hubka qaato dhinaca bad uga soo bilaabo siduu wax u wado ama seef uu qabsado muslimna uu yahay fasaadkiisa asaga ilaahay la hortagay laakiin mar haduu wadankii oo dhan qabsado ومسلمينتو مسلمين اقول يا مسلمينتو وين بيعاد الله قال سيد عبد الملك بن مروان وكان سو دغلم اي دغلم مكو دوكيو دان قبصاي اي صحابته بيعاد الله قال ان كوينو سيد عبد الله بن عمر طريقه واحد لكن حال الدينية نكي وا مسلم دولكينا وا هيستا هدي لي حدا انا اسغا لغو جبدي حاب لا بنا فساد اول هو شريعه الدينيه يا سي سكنا مركه فساد كاسي لو جوجيو waa iska deeyna waxa la leeyahay asagii aliis wuxuu soo maray hadda duu muslimna yahay waxa weeyaan uuna asag dhulka u taliyo waxa weeyaan baycada la galay ana amir almu'minin ayaa laga wariyay abi hafs ah abi hafs waa kunyada libaax geesi uu ahaa sidaas loogu kunyo bixiyay gabar hafs la yiraahdo waa dhalay waa dhalay marka kunyada libaax la yiraahdo abu hafs abi hafs ah عمر بن الخطاب رضي الله عنه عربت صدح شيء استعمالته اسم ومقع كان صومالي دانوا استعمال شاء عمر بوي مقعيس عمر بوي وحي كلا استعمالان وحل را كويو كويو دا صومالي دا كمات بطن ابو فلاني ام فلان وي كويو ابو حفصة اللي را كويو ديس وحي كلا استعمالان لقب لقب ومايناس اما كوفار وشيغا امانتا تصا اما ستصا waxa weyn ayda taas la yiraahdo waxa weyn laqab ama koofar ama maynaas taas la yiraahdo
كنيديس واشيغنا وابي حفصة لقب كيس هو أمير المؤمنين أمير المؤمنين ويه لقب كيس لقب كيس وامد كاس كأمانا هنا تصيدا قال وقدر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سمعت وحن مقلى رسول الله رسول كلاه صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه إنما وحك لماهن الأعمال صحة الأعمال عمليال كان صحي دود بالنيات يوينك يا هذين حديث كان أهل العلم قبل كميطة وحيرا هذين وثلث الإسلام إسلام كما ثلث العلم مركا علمي صدح لورد لغو ميل كميدوي حديث كان مركا علمي أساقتن صدح لوقي بيا ميل كميدوي إمام الشافعي يا ساسيري تضبات باب ونقل يهودي حديث كان وفقي اللو وذا دريشنا اللو وذا دريشنا سداسوي مركا وحديث وين إمام البخاري كتاب كيسة صحيحة بسم الله الرحمن الرحيم ويري كد من الحديث كان ركوب بالوضوء خطبة يحمد لك لو ما صمين بسم الله الرحمن الرحيم مركو يري كقضال حديث كان ركوب بالوضوء سيسدرت إذا أهل العلم بضانا يري سيد عبد الرحمن بن مهدي يوكال كتاب هدان ألف لها أبواب طورم باب كست حديث كان ركوب بالوضوء وركوب بالوضوء باب كستبا سببتو ولماذا سببك أي كتبها أبوب الله بيان وحيطا عملك وحوكو أنصحا ونيو قفك مركب كوبة ضالبك هاد دين برانا هادو دين تي أبوب برانا هون نييستو إنو برطو وحا الله حرمه إيا وحا الله حلالي سي وحي الله حلالينا أو حلاليينا أو أبو سقنادو وحي الله حرمينا أغفو قادو barashadaas oo ilmiga baranaya ibaado weyn hadduu leeshan darsi laga akhra dadku baa fadhiyaan iska fariisay u fadhiyana wax ajar ma marka baraarujin qofka ardaga lagu baraarujinayaa ugu horeeyaba in xadiifka kutubta lagu bilaabo qofki daalibka ah ee waqtigiisa soo horay ee meeshii fadhiya waxa dhacdo inuu san wax ajar ka helin hadduu san yeesan waa xaqiiqo dunida istara waa ibaado oo ilaadooyinka waa weyn ala loogu dhawaada kamida inta siyaasta oo fadhiyo marka sidaas ka kutub badan loogu bilaabo sidaas loogu bilaabo marka waa xadiis aad u weyn al-imam ahmad ibn hanbal wuxuu yiri usulul islam oo dhan waa saddex usulsha islam ko dhan saddex xadiis un baa kulmida xadiiska ugu horeeya waa xadiiska inama al-a'malu binniyyah حديثك كان هو حديثك عايشه نص صعوده او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قفكي كو صدر امر كيغان وا امر الدين ودين النبي محمد هيستي صلى الله عليه وسلم قفكي كو صدر وحن كميد اهين فهو رد شيء لو صدر وا مردود ان الاقبل حديثك لبعض نوع كاس حديثك صدحات نوع نوع ما دون حديثك نعمان بن بشير ان الحلال بين وإن الحرام بينه وبينهما أمور مشتبهات صدح العصا كل من إياه أصول الإسلام أردن أما أصول العلم أردن صدبت يو كل من إياه ما وحي طهي أرموه وحيهين سيدي دبا قفك لك الربا وحلال أول ربا إنو حلال لماذا إذا عقيد يكون السبنا دو مركو دون السمعي أما هذا القوة واجبية وحرام او لا ربا قفكو حرام نمدهدان انو عقيده كره فغادو ايو وح او متشابهه او لا ربا قفكو انو كاجوغسدو انتي او كلا عدانيد ارمو وا انتاس صدخ دبا حديث كاس عدي نعمان بن بشير وحي حرام سيدهيتاي او فغو وحي حلال او حلال نمدهدو عاد باهينا وحي هدا واجب انا وا كسمين وحي كلينا ماركا ربتا سمين wixii shaki kaaga jiro xalaalnimadooda iyo xaraamnimadoodana bataatan ba ka joogso intay ku kala cadaanay kaas cadeey hadiis kan Umar ibn al-Khattab oo kitaabka lagu bilaabayna iyo hadiiska Aisha bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha ee ah man ahdatha fi amrina a'masha laba shartiye ilay marka la aqbala sharti waxa weeye mutaabaca
إن أعماشاً ظاهر كيد وافقه طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاس وحي ميزان وأه أوتو سيحطيساً وافقين إلى ذك استعبا طريق النبي صلى الله عليه وسلم إن إيساً مقبولة أهين مردودة تهي حديث كعائشة تصي صلاة صدقه حج جهاد ذكر صوم وحو ربها هذا أي عبادة عن عبادة النبي وافقين حجس وحج وحو ينبابا أي وقصارك ومردود ظاهر كوائن طريق النبي وافقه حديث كيس ميزان وشرط شرط غلبات مركي طريق النبي وافقه صلى الله عليه وسلم وحا شرط كلام إن إلهي دير تسكار هديسن طريق النبي أتو قيمته عبادة لكن ألا ترتيس إيسان كاهين ومردود حديث كان توصي عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات صدق هذا حديث مركه خلاص واكل مية إسلام كي أم علمي واكل مية صدق خلاص واكل مية مركه حديث آد وين وين حافظ من رجب الحنبلي وحو شرح يسكو شيء علماء المسلمين تردد إن إسكو وافقين حديث كسنه صحيحي إنما الأعمال بالنيات حديث كان اتفاق وين مسلمين تردد علماء الله إسكو وافقين أيضاً اللوج يا حديث غريبة ويا حديث حديث وحديث غريب يحيى بن سعيد الأنصاري وريي محمد بن إبراهيم التيمي كليس وكوريي محمد بن إبراهيم علقمة بن أبي وقاص الليثي كليه وكوريي علقمة نوح وكوري عمر بن الخطاب بس الصدق صدق مد متى سيقول كوريين هذانا وحوي وحديث الله يسكو اتفاقي إنه صحيح إنما الأعمال بالنية إنما وحك لماهن الأعمال صحة الأعمال عمليالك أن صحيدو بالنيات النيوينك يا هذين أعماش وحي كوان صحة النية أن إنما الأعمال بالنية بالنيات داس وحبال لو سو قدري يقولوا ماذا مكا الله قولي كلي قار وحا وين قار كدها ينيد شرط يي او تاي اعماش اني انصحدو هدان لنييسن ما انصحيدو وحي سو قدران صحه الاعمال انما الاعمال انما صحه الاعمال عمليالك اني انصحان بالنيات نيويكي كسوين او هدان صلاه دان نييسن ما انصحيدو ويسك سو استاغت الله اكبر اتي وحي قلبك ما غلين وحنا صلاه ما انتو كد انتبه أنت إسكت بيدي حالنا مني يسون صن قاب أحبكم مجنين صن أشهر الأول إلى صن كار مركا أعماش السحاد ودوا نيو نيو يكون صحبا إلو ماذا طريق هذا سيمرين قبل وأنا طريق الصواب كأه وطريق الصواب كأه بعض علماء وحي مرين إنما الأعمال إنما كمال الأعمال أعماش لما يسترن كده بالنية ميوين كده هذي أو كمال يسوق الدين أو قبه أعماش إني أنصح يده مية الآن قبل كم يده وليبه سيدا ويسادة أو كلاقي إسكا أنصح يده الله محبا نييس سيدا حنا في يده كلا لكن قول كصواب كقول كوري أو أه إن لسوق الدرو صحة أو لأن هذا عمليال كأنصح يده دو نيه كحرين عمل كان لنييسن ما أنصح يده فاس مركب معنيه دوح النقانة عمل كستون قف كأني يسن إنه إله وتقربه ما أنصحه ما أنصحه أعماش مركب والله لبوي مأمورات يتركيات أعماش مأمورات يتركوي مأمور شيء أو أمري وسقاطك قبائسك شرعها بورايسيغي صلاهدي صونكي سكيدي حجكي جهادكي ذكرغي صدقادي وشي مامور افعالها لو سمينه هدا نيهسن ما انصحيه ما انصحيه تاس واشر قيمت لباتنا واتروك ووحيالا ليس امرين لغا تغو ان لغا تغو شيال كتركغا وها كميد دينك إنا تسكت جيدو نجاسة إنا تسكت مايرتو نجاسة موقت إنا تكت إيرا تالو عم واتروك تي كميتا نجاسة إنا تكت تكتو وإنا تكت تكتو نجاسة أو تكفو جيدو
دينك وين تكجيد ما كره ما حبقى هذا هذا ككف توني كبر أما أنا الود يبوين تعيده زينة يبين تي حرام توين تكفو جد وحي على هالطرق تأمرك نيا عن وأنصح يعني يبو لكن إيش اللي قليل مثلا نجاسة هل كان كعد عضي إلهي أنا تقول لو أتمنى يسمى بياد تقع على تحكم مريضات كفو كده ما أنا يسمى إلهي يقول لو أت ظاهر وين مرضات إيش اللي قليل بي حي الأول بقول وأنا نجاسة أنا كفو جد وأنا كفو جد خلاص أجر نمر إذا إله ما أدر عابدين خلاص وأنو عاص دينا قف كبرها واصيلة إله إن إذا تقول ويتمر بتي وحفله وملا آخر أي يدون منا لغو ملا لكن أجر ملي أجر ملي أما أنا تقفوها إذا ويسك أليلي أما أنا دي وكيف بود أنت أدونك آخر أنا لغو ملا أجر نمر إذا أطبع الله ما عابدين وإله إن تقول ويتمجي تروك تواصل شيغا حرامتا زيرده بنتا حنتا قفكا صدح كما بيحي كرو صدح كما بيحي كرو وحان قلبي سبا كما صدحين با قلبي سبا كما صدحي كرام افرنا لغا دي كرام قلبي سبا كما صدحين ورغي سينو زينيست قفكا سو وحدن بي زينة بريق يانا لو قبصنا ما هو صار عن قلبي سمعنا سمعيني لا قرم أكثر من اللغة قرمة هذه فقلبي بكم صار عن طف كلامات حاجة قلبي وسواس هذا هو صار عن كم فكرين ما نك الله يسمع ما نك قانصا حاجة وسواس سلامك قلبي يسمع ما قانصا وإيش كجت كذي لا قرم ما واحد بينكم الله أيضا حديث كذا ما يمضون إن شاء الله. قفنا واقو أنصري قلبي سي قشي حمانتي وزردي وتوغدي وبنتي إله درتي سوغتي إله يكتس أجر اللوغو قرى نية داس اللوغو قرى قفك أفراد وحوي واقو أنصري وإسكود ديي حرامتي ووسورتا قلويدي أساقو السميي وكلا اللوغو قرى الدنبي نية دفير التأثير كده فأصنع أقول في الحديث البخاري إذا التقى المسلمان بسيفيهما لما قف مسلم هم كهديس كله ريمادان فالقاتل والمقتول في النار كل الدلية كي وحد اللي بين نار تأهادي رسولك اللي ويديه صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول كان واقرنا النار تحكمت مسلم الدلية كل الدلية حكمت مي حكمت بس إنه كان حريصا على قتل صاحبه نبي قال يرسل الله عليه وسلم وكنت ذلك إنه الدلو وعلى قلاه هرمر نيدي وكمه مارك حرام تهتاد قلبك كبه أنصى تعاو إنه قيروه قو أنصى كاسو وريقي وريقي دربك مرأي مالك استاء إملو إيدي وإيدي بوه سقو قيلي وقرر الدنبي فهو قرم حالي وقوكو إذا ما أنا سوى اللي درتيس كقمتي وقمتي وحالا مضوه كلا تحديث إمام أحمد وريقي ثابت كاه نبي صلى الله عليه وسلم ضدك وأفروي أفر قف إلهي علمي يسي مال لواسي مال كيس علمي كم مامولا وضدك كان غصر يا فضلك قفنا مال ألسي علمي الله مصين مال كيوحو كم مامولا هوديس وح الله وحي نفتي سوك على طوكو سمينا وكو طمانا وكو دروغي استروغادو استعمالا وح الله وحي وح الله وحي الله الوعاسي وساقو أوضو نفتي سوك على طوكو سمينا ويسكاك عيانا مالكي ووح الله وحي نفتو ربطو بس واسكاك سامي سنة وضتك كنو فاجف سنة وليت مالو هيا علمنا مهي وضتك كنو وليت وشرب قفك صدحات إله علم يسي لكن مال لمسين علم يسو الله وبقى وحي مال هتان لحالها سيدو قفك في عنا قصمي له وعلمي قانا كما مولي كان مالك علمي قال اسمه ضروا كانوا الاجر بيجوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يد هم صدقين طريق في عنكم بحيم فما بحيسته علمي كلي وهيستا الله انا وغبقه يقول مال هدان هيلي لهانا سده مد كاس في عنا مامول له ولي كاس مالك الا سيو طريقه حقا كوبخينا الاجر بيجوا النبي صلى الله عليه وسلم
كان أفراد وام حي مالنا ما هيستو علمنا ما هيستو لكن يقول يا طالب مال هري لها سيدنا كاسو قبض تملا سيدنا كاسو قبض تملا كاسو لدن بيجي كوا هذا وقو أدونك هيانا ملك يا وقو هيانا ملك ومثل الصومالي ترى قال النعسوي قال النعس معنا وقال ولا ماشي ده قال هذا سا قال نمط وايد حكم قوي لكن والنعس أو فاتر فاتر أو حبيه يسوي سو ماشي مركا أفر تسوي تاس ما حيكون تو سيدا نية قف قدو جو عن صدا أسيبه يسمي ولا ماشي قدو جو عن صدا مركا الدلة ده صدا واحد تو سيدا مركا إنساس الله كلا قادم شيء أو واحد مراد كي يتركته ساس الله كلا قادم ساس الله كلا قادم إنما وحك لماهم الأعمال صحة الأعمال عمليالك أن صحيح بالنيات نيوين كي يهادين وإنما وحك لماهم لكل مرين قفك استوحى أسرنا هذا ما نواوح نيستي جملة دي أنا جملة دي هرى للسعرية مثلا معنى أسرى إليه ها معنى أسرى إليه تيور للسعرية ما محايا إليه وحلوك سون يهي الأصل في الكلام التأسيس هذه اللي سوق بتوج كلام ما معنى أصوب فائدينا مثلا معني هرو أتكينا وحي قاعدة طهي الأصل في الكلام التأسيس تأسيس وحي لنا معنى أصوب كلمة دو إني معني هرى أي سي أتكيدو إيا إني معنى أصوب فائدينا أصل عربي وحوا معنى أصوب معنى أصوب أصل وحوا مركا واحد لا باي الأصل في الكلام التأسيس معنى أصوبة أصلوا معنى أصوبة مركا فائديني معنى أصوبه هي مركا أبوه الرئيضة وحالة سويري إنما الأعمال بالنيات عمل يالك الصحادو دنيا ديكو حرمك أوقف كان إبادة ومركو صغيرا مثلا صلاة تكنا وإنو نيا يستوينو تكنا كو الله أتكنا درتيس والله بشي مدوح إياهي وعملك أقصدي صلاة أقصدي وعملك مدنا ومعمول له بي إذا الله سمعنا عمل معمول له لبدا سلازم إلا أقصدي العمل والمعمول له عملك قف وين أقصدي إنو أتكدو هذا يبدأ عمل فلايرا وإنه نيسته مركا عمل كوهو كوان سيكرا إناد نييسته مثلا واتوكين الظهر وإناد نييسته إناد إلهي أتوكي دور كو طلبات وإنما لكل مرين ما نوا وتعيين المنوي شيء قال لنييسه وإلا عينه ومثلا ظهر إياه يا عصر وأفرق يا أفرق هكذا سارة نية هكذا سارة بس وإستكت أفرقات كتير مدد لها مثلا ظهر يا عصر على كاتري وكهرد لبدو دي وأفرق عصر ما أو عشية وحوين أما وها ما هلما أو عشية رطلبة دي بين الطلاب وإستكت لبدو دي تاد نية ستطلب أي الله الصواب كنا يه دور كأنه ظهر مريض دور كأنه ظهر مريض على غبا سيد الفيع لكن ندد نية يستو مركز استأكتون نية يستو حتى دور قلبك قليل دور هذا وإنما لكل امرئ ما نوى إلا وعين طيب حتى أنت استأكتو عصر كي قلبك قليل دور نية يستو عصر الله وإنما لكل امرئ ما نوى وتعيين المنوي مثلا وتصوي سقاطت مساجد كان واسوقش صلاه دي صبحنا ولا قديم صبح صلاه دودت مد رحت تككرتي سوما قف دو ويس قاتو لبا رقو سنها لغا ربا واسوم مساجد دي اللي سوق غلنا لبا رق على اسكر وات حيت مسجد صلاه الصبح دي اللي قديم ادن كدنبنا لبا رق على اسكر ربا او ركعه الفجر مساجد كانت سوق شيء واستاكت الله برك عاد نيست واحد ليضا واحد نيست وإنما لكل مرين ما نوه
هذا دنيا يسته لبعض ركعة أو ركعة الوضوء ويسقط كلامي كتم بيدي لبعض صلاة لبعض الصبح ما أدنت كن ما أدنت كن تحيت مسجد كن وكرنا هاي الأول بلا بركة على السكر تحيت مسجد كن وكرنا هذا تكتب لبعض أو تحيت مسجد كها تحيت مسجد قبل ركعة الوضوء ما أدنت كن ركعة الفجر ما أدنت كن بعد ركعة الفجر تكتو ركعة الفجر نوات تكتل لبدي أو إيه تحيت مسجد ما كان يعني أول بس هذا الاسكندري سويت على كل حال واحد من يسطال هذا صدق حصل هذا مركب وين ما لكل مرين ما نوى معنيه الواحد وين تعيين المنوي شيء قال إني يسنا وين العين ولذا سأتريد إذا وحرت دورنا تكتو دورنا تكتار طا قد سو استعدتو إنا تكيدو ألارا وتكيدو دورنا تكيدو صدح لاس قلبي ويني قرع صدح لاس ويني قلبي قرع وآت تكيني ألارا وتكيني دورنا ويوحد تكيني واللازم قلبي قرع ديك الحامي يسد قول كلاتيرو بعض أهل العلم المريانو واجب كي وقت كان لا يقوله هاي أن تكيه بقفو قلبي يسجلي وكان عيدا هيرا واجب كي وقت كان لا يقوله إلا وقت كاس وقت واجب كي يقوله وهو هذا الظهر الوقت ظهر أول بعض نسيمين ولبا تاسو رجع صو لكن هالعلم بدنا واحد اللي مايا ظهر وين القلب الجريدة على كل حال وهو النية بس وإنما لكل مريض معناه هو إن عين تنية تنهارنا وامحة قف كل النية استولي واحد نية ستي مثلا ما أنت ينات صمت صمت لابد واحد نية ستي على عشر ساعي وفارغ نقطة ما أنت عن تدين إسكدين قاعد شغلة صن ملي واحد نية ستي لين إنت مد ظهر واحد يهاد عمل كان إد اللي ولا قصدي معمول له بي أحد الله صمينا عمل عمل كان إد الله صمينا هي عمل كل نية سنة يلف تركيز تنتمر وين أتعينته عملك وين أتعينت بارك الله على صوبه ولا كم مرمى نيه مركا لغا معنى ليضحي لقد معنى نيه هو قصد نيه وعلى هذا قصد إنه شيء قفك وقصده شرعنا واحد من الأولى كده قصد فعل العبادات تقربا إلى الله قفك وقصد عبادات إنه أصمي اللأس وقلوانا نيه هو صح قفك عبادات إنه ألقصد إنه أصمي أصغوا الله ودوانه سيسترت هذا وحل هذا النية وحيوصق نعطي تمييز العبادات عن العادات تمييز العبادات عبادات كأنه كالصعطة عن العادات عادوين ومثلا قفا كرولا ما أنت سوق كيب بيوز كدادين وقبوه ربا قفنا الجناب وقبا إنه إلهي عبرو قوان صدو قبيست لماذا دواء قبيستين صمع قفنا اللي عبدو أجروا لي قفنا وح أجر مال الدنبين مالي لواء قبو سدي يا كلا صار من نوع إدادو من نوع عادو من نوع إدادو من نوع عادو لماذا دواء نبيه يسقط دابين وحا كلا صار ونيد مركا تمييز العبادات عن العادات رصاص قفك دقترا يري مالنت وحاقوني مثلا أما أسأل سيدي أتسوداتي مالنتي وحقني هبين كيو سكع الشيئي مالن كيو رغف وكديس قف كانوا نوحو سيري مانت إلهي عابد الصن لماذا دوبا وحمعني وحكري كوكرة دويه اللي معنا وحكرة دويه النيادة من نوع إلهة من نوع عادة مركا النيادة وحيقصوا نعطي تمييز العبادات عن العادات عن العادات تاس وامد تنكلا نيه دو waxay u sugnato tamyizul ibadat baadhiha an baadhi ibadat kala tagood in lagu kala saaro oo midalan adiga maalin aan ramadaan ahayn aad rabta inaad soonto oo inaad soonto laga hadlo midalan maanta waa isniin soon qadaha lagu leey mid kafaraana waa lagu leey saddexdooda mid aad niyeesan oo baad kafaradii niyeesato هذا قضية والقولة كامل لبعض الصور يصور
waxa kala saara oo kali waa niyad isniin iska soo sunnah hadal niyiisatana kii sunnah aad leedo ee waajibki kaama dhicin marka labada ilaadana waxa kala saara waa niyad duur iyo asr waxa kala saara niyad isku qaada loo sameeyna marka tamyiisul ibadaat baadhiha aan baadhi qasas haga macnaha niyad laba macno ayay culimadu uga hadlaan qolo waxay uga hadlaan midaas aan soo sheegno qasadka inuu qofkan amalkan u qasdo maanta inuu salaad tukado macnaas aad loo uga hadlaa macnaha waxa weeyaan ikhlaas amalkan yaan idba aad u samaynayda alla kaliya ha noqoto isan cid kale soo gali labadaas macno waa muhiim horena waa u soo sheegno qur-aanku marka iyo sunnada in badan niyada macaani badan oo kale ka cabiraan mar ikhlaas ay ka cabiraan ikhlaas ayay ka cabiraan alaa lillaahi diinu lkhaalis marna waxay ka cabiraan iraada minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu aakhir iraada qof aakhira doonayo qof adduunya doonayo iraada waxaa kaloo ka cabiraa qur-aanku ibtiqaa sida إلهي قول كيسو قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء ونيو إلهي وجه يسو دونا ونيو ابتغاء قاس آدو قرآن كأو بدين إرادتنا ويكو بضان ويكو بضان ويكو بضان إن ابتغاء قوحة كمي لحديث في بخاري مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أو نبي قوكو يري صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتقي بها وجه الله وي اديغا بخي ميدين هانتي اما صدقه اد الهي وجهيسا كو دلبايدو وا اخلاص نيتي وي الا اصيب عليها ولا اجر سينا الا اصبت عليها ولا اجر سينا حتى اللقمه تجعلها في امراتك حتى بيلك اد زوجها رسينايدو ولا اجر سينا هذا الهي نيتك بل و الهي لو عابدو صدقه لما أجر بضان ويرى نبي صلى الله عليه وسلم وبيل كان أزسين أيضا زوجة هذا يضاد كان بيل كودك هو أجر إيو شلن كجهات الوضح لما رأس هو أجر بضان لكن هو قرما ومركز نيسة هذا هذا نيسة بيل كإسكاد يتوتر بيل والإسكول أيه هل شلن أجر ملي واجب كينو أقعد نعم خلاص بيل كاسين آخر له عجابة تبد بهذه لكن أجر ملي هذا نيسة تنا صدق الله بحية الوضح أجر بضان كورت ibliisku marka imisu ka hor taagan yahay ma taqan wuxuu rabaa bil walba marka aad bixido kadib inaad ku baraarto oo bishan ma niyiisan ka war bisha soo socotay not asna wuxuu leeyahay waa not dad niyiisad run not ha oo isku taaganti waxa la rabaa inaad ka adkaato oo gacantaada iyo qalbigaaga isbarto shilin inaadan bixin laa miskiin nasiin walaa waalid nasiin walaa walaal nasiin illaa inaad niyiisato maani bar gacantaada iyo qalbigaaga isla shaqeey illaa waa isku dhaafsantii cadowgaan وين كاك غوضا انا بارتو غانتو با داي دقاقو قلبيغو انو دقاقو اود نييسد انتان غانتادا مالو كبخين غانتادا اود كبخل اد لغا ييري ادو ملي هيد وينو غانتادا اوسن كبخ وانا شيغا اوغو قترسن نييد واي دي جيرين ايمدي سلف كسيدا سفيان الثوري ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي وليغي ما انا كو دادالنا ما فرسمين وخ نييد ايغا ديبدا قفكو عمل كظاهر انو سميه وافضوضه لكن إنو برحترو إخلاص إنو سنحال ما من إباداتي سو مركز تألا درتيس وكالدغو وشيء عروس قف إلهي أفضل دايو ما يأفضل قف إلهي أفضل دايو أي أفضل نيادة ميشا لغن نيا يستاه وقلبك نيو ميشا لغن نيا يستاه وقلبك عربك وح لغن نيا يستاه عربك waxba laga nuyeeyo dhamaan waxa isla gool inaa cilmigu qofka haduu afka wax ka akhriyo midalan salaadii tukana nawaytu salli farda salati dhuhr arba'a rak'aat nadaa mustaqbila alqibla imaman aw ma'muman allahu akbar qalbiga ka man nuyeeyeen ilmadu isla qashay niyada shartina inaysan qofka salaadu ka ansaxin saman nuyeeyeen laakin waxa isla gool yahay qalbiga haduu ka nuyeeyo oo uu kan yeesay inuu ilaah duhur u tukado mafala arabkana waxba uusan ka aqrin salaadiisu waa saxiix kaliya
متأخرين توه حيسكو خلاف سيه علماء دي هرا سلف كمية متأخرين تفوق هذا وده قبل واحد ليه وافع عنده إلا يرهدو نويت نويت ولا بيكر مركز الواحد يرهدان كتب كقرآن وطلفوا بها سنة بابا سنة سنة العلماء ولا شيء سنة النبي ولا شيء لو اتفاق إن النبي يقول بهنا الغدوة سنة العلماء وافع عنده الغدوة وحين يريد ان وحن ساس ييلينا ليساعد اللسان القلب وحربنا خوغا نيه يا ضعيفتي ليساعد اللسان ان عرب كطاغيرو القلب ساس ربنا يريد اوقف كان مركو قيل يا قلبي يس اكو سو دعو انت سان كربنا بعض علماء متاخرين وحي يراهدين وترفضوا بها بدعه ان لو دواقه بدعوي مرها ان لو دواقه إنه علماء الله رسوله خلافين حافظ إمريج واسون نقلين لا بداف متأخرين ساسو سون نقلين كتبانا ساسا يقول منصوصا وقلت إن قارنا يرهدين واترفض بها بدعة قارنا يرهدين واترفض بها سنة يا حاكم هل كان لآده هذا الشيء قال سوء خلاف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إلى وحولي الشيء حطي أتقط طان إله يا رسول كيسو إعلي الله إعلي كتابك وإعلي القرآن كا ما بيجو إعلي أنا معنيد واحد من حديث كان ما بيجو إعلي صلى الله عليه وسلم وصاص إلى وحولي سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله واحد سكوك بطان الشيء بقى حكم كيس الله إسكال الله إسكال الله وداي دين تو إعلي هل كسمح واحد قوة عطاء المسألة هذي اللي يسكون خلافه ما بنانا أبوه ميت إن تسكتش على تو إسكت رعب إيوه واحد قوة إن كتاب كي السنة ده لقو ميزان كتاب كي السنة ده مركل لقو ميزانه هل حديث صحيح هذا ضعيف هذا لجس سهل ما النبي هو حل مالنا يري نويت وصلي أما صلاة أما صوم ميت إن لجس سهل ما تاسوين لقوا هل حديث ولو ضعيف هذا ضرب يا مسألة سؤال مهم طلبات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أردتي صحيحات الدين تكسوا حنبارتي قول واحد اللي قصه لما هل قف صحابة كمتة أو يري نويت أصلي انت اسمرك دوغاتو الإمام الحافظ المكثير تفسير قرآن كريم وهو كو يري قاعدة قيمة بلان قاعدة أدو قيمة بلان أيو كشيك أوهو يري أما أهل السنة والجماعة فيقولون أهل السنة والجماعة وحي رهدان كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة قول كستا يفعل كستا وان صحابة كسرنا بدعته وبدعته لأنه الله كان خيرا لسبقونا إليه حدو قير أهالها صحابة النوغة هرمر لهذا ساسوي أهل السنة والجماعة يرهدو لسا سورة الأحقاف كله تفسير كيد سوما من قرن إمام الشافعين كلمة وين قاليها لغاية إمام الشافعين محيطي كلمة داسو وهو يري نتابع سنة فعلا أو ترك سنة النبي كان راعينا صلى الله عليه وسلم فعل أهان وحي سميان سمعينينا ترك أهان وحي كتغين وكتغين وحي النبي سميي وسمعينينا وحي النبي كتغين وكتغين سيداس إمام شافعي هو كلمة أدو قاري حافظ من حجر فتح البارقة هذا الكاسم الشيغي إنه إمام شافعي سياسي هذا سيداس مركة طهي وحا حقيقة طهي إن لغو دواقو نيبة أما صلاة هاتو أما صوم هاتو قولك صوابك وحوية هاي إنه بدعت قولك صح قولك صوابك ولي بحافظ من رجب الحنبري وحوية السيدان فيري ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف مسائل شاس وأهنية كرم الله قد قواق كران إسكدس نبي يا صحابة سلف صالح ودن صدح لي قرني النبي أغمر قاتك على خيرية صلوات الله وسلام عليه وخاصة أولغة صنق لي مؤمن
أئمتنا وحلا قصوا نقل لما هيو لا إمام مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة هل كلمة أو أهل ويت وصل لها ليرة هل ليرة لا قصوا نقل قارو وحير هذين وحن واقيا سنينا وحن واقيا سنينا حجك يا عمر هذا وحجك يا عمر هذا وحن نبي قصوا نبي صلى الله عليه وسلم حجك يا عمر هذا مكتوب بالله ينو بيجري لبيك عمرة وحج مثلا إلهي وحج عمرة كبوة أجيبه وكاس كبه واقيره أنه صلاة دي صنع كبه واقيره لبيك شوابه وفلده لغاك شوابه أنا صدق تنقوه رأي ذا واحد طهي نبيك وحو كبه واقيره نيما مده النبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أريد الحج والعمرة مده أما سنويت الحج والعمرة مده نيدي كمات واقيره ايك لفظك او كودا واقعي وحي لمدتها تكبيرة الإحرام صلاة دا مركة اللي قلها محالي رادا الله أكبر صوما سيدا صلوه قلها صلاة حجك يا عمره دانا سيدا صلوه قلها لبيك حج لبيك عمره لبيك حج وعمره سيدا صلوه قلها مركة ومثل التكبيرة وانا شرعي ليلة نيانا معه الله أكبر تي لمدتها صلاة اللي قلها شوابته غو صواب صلاة تاسا شوابت غصة وابصنا وصيلا ولذا سيست ردد فوق هذا يرهدين صلاة مركة لأنه يسين أنه ويت يولي حج كان وحا يرهدين وحا للي اللهم إني أريد الحج والعمر ونيادة والقودة واقع يرهد يوم أنتين نظر القودة واقع ما دهن تاسا نية قودة واقع تاسا نية قودة واقع ما معها مركة شوابت صوابك وحيتا وحا نظر القودة واقع نيادة معها سيدة تكبير الإحرام كاللوغوغة لصلاة لفظك أن حج عمر هذا الوغوغة سيداس ويان متى جوابته ugu dambeeydana waxay tahay fardan wa taqdiran hadii nabiga ku dhawaaqila kuma ma dhawaaqin xajka iyo umrada qiyaas ma galo ibadaad baab ibadaad qiyaas ma galo salaad ma dadu miyuu ku dhawaaq maya ha ku dhawaaq haday dhig ilaa xajka inuu ku dhawaaqo ku dhawaaqila laakin ala kulli hal xajka kuma dhawaaqin wargisniye nabiga kuma dhawaaq oo ma dhihin way tu kada wakada sababtoo ah إذا أدريك عابدوا إبادات أصمعين إذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وحلات هذا كتير أب أدريك ما تبكى دوبيسينة مسأله ألا قلبك وأبي واحد كتير إذا أدريك تكيد يوحد تكيد ألا وأبي بطكى مية دوبيسينة محل رواق شي محام صالح لثيمين أوه شيئا إلا وانينو حرم كسو أركان ماذا مركا حرم كتو كان مركا سوحو يرين نويتو أصلي فرض صلاتي خلف الإمام الحرم ساسا كلو كده مركو الله أكبر ليه يو ورجوج وحلات هالمنطقة تاريخ ما ده شنو تاريخ ما لنهب له سنة كهب له تاريخ تل تلوير حلو تجوجي إلا صلاة ما أنت تكوي الميدة بريد تكوي سكو تاريخ مع زما كده حد وكر تجي طيب إيش شو كلو كده تكوي ولا تشك إيش أنت كده تكوي هذا هرجع يسكو تكوي هرجع يسكو ذات كسماء يكون تكوي كسماء كده إلا وحي يا هبات رأب كبر إيمانا واحد ولا يحط كلا فرقين شيخ واحد كلا فرقين حط كلا فرقين شيخ إلا حرم كصلاة الوتو كي يسلم أجر إكا هي مدة الوتو كنا مدش سلم أجر سما شيخ ما كان مدة توكي تاش كيميد دي كلا سيد ما بيقول توكي شيء الوتو ك صلاة واحد لو جلا سيد الوتو تاجن تينا ترى الله أكبر خلاص سيد أصل لو جلا تحريمها تكبير ويرى النبي صلى الله عليه وسلم قفك واسكشك يسكك كراكهم وحاك حرم يشك كذي يوحي عليه أول حلاشة وهاي وكله مركو الله أكبر يرى وتحليلها تسليم وحنا وحلا علينا السلام عليكم الكبيرة مركو نويت وسلي دلطلا واسكشك يسكره تبلو وحسي وطبعني كراسي وذكر حيلا شاك وضع على كل حال إله الله قعب صدا أو وحسي اسكد دايوه وغير حافظ انه راجب الحنبلي وحاكان صحي عبد الله بن عمر بن الخطاب انه مقلين من او احرام كفير حجك يا عمره ما هي اللهم اني اريد الحج والعمره ومقلين عمر بن الخطاب وحرم عبد الله بن عمر بن الخطاب مقلين عبد الله بن عمر بن الخطاب ايام مقلين من بهايا اللهم اني اريد الحج والعمره فقال اتعلم الناس وغير ما تبكتوا شيئا تكمل يدوشيغي الله يعلم ما في نفسك وقال له اوغي وحق قلبك كوجي اي ما ددك اوشيكاين سومجي قال له اوغي هي ما ددك اوشيكاين تاسوبي سلا سوبي
marka arintaas qofku weyn iska ilaaliya abu daawud wuxuu yiri ahmed ibn hanbal ayaan ku yiri ataqulu qabla takbir salaata marka tukaydu allah akbar ka hor wax ma dhahe qaal ahmed wuxuu yiri laa maya ibn rajab ku sheegay jaamac ulama hikam ala kulli hal niyadu wa qalbiga waxa weeyaan afka shaqo kuma laha ma biguna ma dhii jirin marka qofku weyn iska ilaaliya inuu yiraahdo waqt فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فمن قفك كانت اياته هجرته هجرتيس الى الله الله انت كاي ورسول رسولك فهجرته هجرتيس الى الله الله انت كاي وهاتي ورسوله وحال اوغي هي اللغه العربيه سبا مقرر كوا ابن دقيق العيد نشرح وكتاب كان كله كبرالوجي فعل شرط ايه جواب شرط هو الا كلا دواء او اسكلاف سنابا مبتدا هي قبر كان هو الا كلا دواء اسكلاف سنابا هذا فعل شرط ايه جواب شرط اسكم ميد لا دغ فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله مره تاي سداس نقطي وحا لازم ان لسو قدره وح لو كلا صار تمييز لسو قدره فمن كان قفك النقطه هجرته هجرديس هجرديس نية وقصد حق النية أهان نية أهان يقصد أهان قف كي نيدي سطحي إلى الله ورسوله إلهي درتيس وإلهي إنو كرع لقريو على الرالي ونغضو إيا إنو انتهي جرادو رسول كوتكو صلى الله عليه وسلم ونبقى الدين تكبرتو ونبقى أغرقارو فهجرتو هجرديس إلى الله الله وأهانه يا ورسوله او waxa lagu abaal marina ala dartiis qof u hijrooday nabigana u gargaaray sallallahu alayhi wasallam shar'an wa hukma marka saasa loo kala duu faman kana hijratu ila allah wa rasulihi niyatan wa qasdan niyahan ya qasdahan qofka hijradiisu ahayd ala dartiis u hijro nabi muhammad madina ugu tag sallallahu alayhi wasallam ilaa waxa laga soo hijro jiray meesha la yiraahdo makkah waxa loo hijro jiray madina nabigu joogay sallallahu alayhi wasallam iyo nabiga u tago ودين تكبرته ونبيك أكرقيره صلى الله عليه وسلم قفك سنة هجرة دي سطحي فهجرة وهجرة دي سطحي الله الله وحانه ورسوله شرعا وحكما حكما حان إيا شرع أحان وحو أبا المرين أريه وحو ينقف على درس أسو هجرة دي انتاسك قبال مركي ونبيك صلى الله عليه وسلم قاعدة بدنية دي نغسي أو عمل وحو كوان صحانيو قفل بانا وحلي وحنيس مركو نبي صلى الله عليه وسلم قاعدة بتاس نغسي وحو حد يفنى نبي نو ميثالين تصالح عمل أعماش صالح هذا كمل هل عمل الله قول ميثالين وحي معنى ذو كده كانت ما عن أعماش كالتان وصاص هجرة دي نبي صوقات صلى الله عليه وسلم هجرة وحل إلى هذا لقاهان وترك كتجدوه شرعيهان وحل إلى هذا الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام انو قفكو كسو غورو بلدان تا غالبا اون سو ادو مغاروين كمسلمين الانتقال من بلد الشرك بلد غالو انو كسو تغو اي او سو ادو الى بلد الاسلام ساسالي رادا شرعي اهان ساسالي رادا شرعي اهان لباي او قيب سنتا واسنو يو واجب qofka hadii laba shardi laga helo waajib ay ku tahay hijradu labada shardi maxay yihiin balad gaalu jooga si khiyaar Allah u caabudi karo si khiyaar Allah u caabudi karo ibaadada laga rabana waxa kamid caruurtaada inay diinta ku tarbiyeeyo sida ay tahay adigu tarbiyeeyo laakin ma awoodid iska da inaad awoode waxa weeye inaad ka bari noqoto caruurta isku dayo من أخياره هذا قال هذا كسول الله طبعاً يقشي كينا ما نقول جزاه الله خير قبط عن طلعي حجاباً على الأرقية كور وقبط عن طلعي حجاباً يقول قال هذا إيه يرين ورياء قبط لما هذا كو قصفي حجاب مركزان مايا مايا عنه مايا حرق يتاي دين تيدا حرق يتاي عنه شغل كوليلي ما شغل كوليلي شغل ما كوليلي مساكو مالا واجب عيني هيكوطة إنو أمر حجاب كسوما او كو قصبه دي دحد سغا ولي هو يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا واجبكم سوما جدي بريء انك اهل دي شغل اسمي سوما جدي
gabadhan oo usha waxaan idiin waa kala bari noqonayna meeshan lays waa qatar noqofkaas ma khiyaar u leey waa reer yuruub wuxuu joogaa waana haddeere ma khiyaar diineed ayaa halkaas qof kasta oo diintiisa khiyaar u lahayn ko waa shart oo sidoo rabo allah ma caabudi karo weena awooda inuu wadankan gaalada ka tago wadan muslimta haduu sanba awoodino meel uu tan kale la arag kuma jiro labada shardi hadii la helo ijmaa waxa ah xaraam inay tahay in meesha joogo waajibna ay ku tahay inuu ka tago meesha oo balad muslimta di labada shardi la helo waa awooda inuu tago meeshiina toos allagu ma caabudi karo sida hadda gaalada reer yurub ay yihiin oo kale iyo maraykanka waajib waxa ku ah inuu ka joogo ma aha subaxdii aan gabadh carruurtayda u dhiibayaa 10 sano jirta habar kaafirada oo gaalnimo 6 sano ku gaartay kasan casirkii ka sugaya haddaana saas yeelina suurtagal maaha taas waa dalaab ilaahay hortiisa aadna ku ceeboobayda mas-uuliyaddii adaa dayacay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati aawa mas-uuliyaddii alla ku raaciyo alla ku raaciyo waana lagu weydiin nabi maxamed ay yidhi salallahu alayh waxay tahay mas-uul kamey carruur ya mas-uul kamey waa maxay nabi maxamed ayaa yidhi salallahu alayh wasalam war rajulu raacin fii ahli beyti ninka waa la raaciyey qoyskiisa caruurtiisa sawjadiisa wa mas-uulun can raciyati ilaahay hortiisa waa la weydiin doonaa wixii la raaciyey marka labada shardi la helo waa ijmaac xaafid ibnu kathiir ijmaacaas wuxuu ku soranaa tafsiir ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu dhaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum aayadda suuratu nisawi aayadda sharxeedu ku soranaa ijmaac inay tahay xaaraan inay tahay inuu jooga marka marka hijradaas waa waajib hadduu khiyaar leeyahay oo uu siduu doono ilaahay u caabudi karo soona tegi karo waa sunno inuu soo tagaa mar walba xaala nabigu beri aan ka ahayuu qof waddan gaala dhex degan gaala qof dhex degan beri aan ka ahayuu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam haddana waxaa la rabaa bilcags in laga dhigo oo dadka gaalada u gelaya talyaaniga ka degaya la yidhaahdo muhaajiriin ka soo cararay afrika kay ka hijroodeen min buldaan alislaam ilaa buldaan alkufaar nacuudu billahi minha inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun marka hijro waa saas camalkaasu nabigu ku miisaali hijrada ah qofka waddan gaalo uga soo taga alle dartiis diintiisa inay u badbaado qofkaas waxa weeyaan wuxuu leeyahay ajar oo hijro qofka u soo taga nebi maxamed aad u tagtido u gargaartido waa meel nabigu markuu noolaa beetadiisa markaasaa loo tegi kara hadda waxaad hijro kartaa meel sunnadii nabigu ka nooshay aad sunnada nabigu wax ka noolayd laakiin beetadiisa may laakiin ka waran dowlada la dhisaa la yidhi suu yurub u joogunta ku qawaafay uu yidhi baarlamaankan xibi ka qarqaas ka qalqaasan amkaasu muqdisho yimi hijro ma leey maya hijro ma le hijro ma le marka qaacidadaasu nabigu baxsha uu leeyahay faman kaanad hijratuhu hijradiisu qofkay noqoto ila allaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa fa hijratuhu hijridiisu ila allaahi wa rasuulihi ahna oo wuxuu leeyahay qof alle dartiisu soo hijrooday nabiga u gargaara waman kaanad hijratuhu hijradiisu qofkay noqoto lidunya adduunyo waa ganacsade waa xiladoon wuxuu isleeyahay ka soo guusatay magaaladan muhaajir ma ahan lidunya adduunya yusiibuha uu helay uu soo tegay kursi raadis weeye waa guurdoon waa ganacsi doon aw imraatin ama islaan yankixuha uu guursanaa fa hijratuhu hijradiisu ilaah ma haajirin waa wuxuu soo hijrooday lama dhihin fa hijratuhu lidunya aw imraa lama dhihin maxaa loo dhihi waaye ee danaha adduuna loo soo hijroona lama tiri karo qofaa ganacsi usoo hijroona qofaa guur usoo hijroona midaa baarlamaan usoo hijroona waxaas waxay leeyihin waxay usoo hijroodeen cibaada maa lama tiri karo waxaa nabigu ku soo koobay hadalkan kelimadan jaamcada qof walba wuxuu usoo tagulay kii baarlamaan iyo balaayo usoo tegay dembi uba siinaya kii ganacsi usoo tegay waa taajir kii gabar guurkee doonay waa khaatib maaga doon haba kalota uu leeya male mid walba wuxuu usoo tegay uu leeya والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد فعن قصوة جنة كتابك الأربعون النووية حديث كوار رأي أيام كده احترني صدح كلمان إن شاء الله وقول الله أبنا إنا تنكو بعد واحد طهاي وحن سوء قاني أعماش الصحدود والنيادة قفك عمل كي سوء صحيح نغكرا مركو عمل كنيستو الله نؤو كليرو أو صنعت كلا أنيسن أو صنعت كلا طن أغلهين أو صنعت كلا وحوق الدونين الله كليا وحوق الدونيو تاس وحاك السهر جيدا وحل الرياء هي استوسوسك إخلاصك وحاك السهر جيدا خرياغا أما استوسوسك أما اسم قشينتا تاس وحاك السهر جيدا مركا عمل كمركو إخلاص ويو رياغا نقونا أقسام وي كانوغو الرياء وحي تاهي عمل كدنبا قفكو ينو أصميه لغرض دنيوين دن الدن أو كلية أو سن وحك لك لهين أو سن وحك لك لهين سيدا منافقين تأكله سيدا منافقين تأكله إلهي قلت المامي سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مركي صلاة دو استاغان منافقين تا وحي استاغان ايقو وحسن ايقو ويس ايقو تاي صلاة قوضتك استوصي قوضتك استوصي وانا صدق قال هذا اصل كان اللي يقان او اعماشو ذا مركي سمير ايان استوصو سيو سمير ايان الا الهي سبحانه وتعالى ايقو مبرهما يسنين سيد الله سبحانه وتعالى ويري مؤمنين تاسو وغديغا اني غالدا كلا من نقدان دنكاس يا دنكلو حمانا دمنتيس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس هل من نقننا سيد كو سو بخاي او غريودي كسو بخاي كبير يا دتك اني استوسان دردي كبير يا دتك اني استوسان دغردي دقال كي بدر اللي قاعد لي كفارتي كسر بحري مكة أو يراهدين مسافر كأني وبه ويستود مع كجلا محمد ما أنت وين لا أركه عربي أركته وها عندك مو سدى سوكل هم نقولنا سدى مركا الحافظ المرجب الحنبلي وحيري خياج النوع عاصف أو أه قف كانوا إنه أتو كده تدق هكوا أركين أو كليل أو أتو هذا تدق هكوا أركين أو كليل او الصومو دكو هكو اركينو كليه رياغا نو عاسا وليبا صلاة ايا صونك مدعي كرتو انو كسو فلقف مسلم مدعي كرتو مدعي كرتو قف كان مبتو كنا يسكلي كليه وحوتو كان دكو هكو اركين مدعي كرتو انو قف كاس مسلم يهي نصور تقل معا انو عمل كا بورين ايانا وحشك يامال دواباتي منافقين marka kaas waa sifadi munaafiqiin marmar way bixi kartaa uu yiri aamaasha gabal qofkii oo muumin ah inay ka soo fusho riyaagaas waa dhici kartaa oo amalkaas uu ka fasaado sida wuxuu ku miisaaliyay xajka oo kale iyo sadaqada oo kale qof sadaqad bixina hooga istusba inay gasho waraaqda asagoo muslimoon gaalahay amalkaas ka buriyo mar laakiin salaad diba inuu u tukado dadku akoo arkeen inay tukado او الصومو دادكو هكو عركين انا تصومتو مسلم نقو ياهي واحد اكرما واحد اكرما ساسو تاسو وامد وابا عمل كأسل كيسا ان اصومي دادكو هكو عركين تنلبات وحو ياهي عمل كأسل كيسا اله انو كو عابدان واربا دادكو انا اركان واربا تيورا واحد اهد اصل العمل با دادكو اصومينا اله او غمر بره اللي هان شو يجو كان لبعض واحد تهي أصل العمل الله أصمينا بعد كان إني أكوا أصمينا لو ذي أسقط درع والشرك يمد لله تاسنا أيضا النصوص الظاهر أي كتاه صحيح نواتهاي نصوص تقص أرورتي عمل كسؤل بري وحنا الدليل وحديث كصحيح المسلم كمن حديث أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى الله وحده انا اغنى الشركاء عن الشرك انت وحوذاكته كانوا بده يقتون شبابنا وحن كده يقتون هاي وذاك انا اذكر واحد وحلوه درا اذ باهن فقير من عمل عملا اشرك فيه معي من عمل عملا اشرك معي فيه غيري قفك عمل صنايه او عمل كاس او سميهينا الى وداجي قف كلو انيغا غير كي تركته وشركه عمل كاس يا وداجي سبب وكتي فاسو الله رب العالمين حديث صحيح مسلم مركا حدو عمل كاسل كيس الله يا غير كيس اسكوغو دار او الله نا كو عاب اسليه هي باد كلنا و خوغا ربو وباطل عمل كاس وباطل عملك كله وحيه نيه أسل كده إنه أصميه الله درتيس عمل كان أسل كيس الله إنه أصميه ومثلا إنه تكذو ربي قال له إنه تكنا لكن عبادة دي أسابه كده احترى أي خياغ السوسوس كي كسو الدخليين أو قبال أبينا دي ومثلا صلاة تكني قال له تكني كالي جيسوها بابا صوت قلي ماشي hoga rukuucdi u dheereeyo sujuuddu dheereeyo waa qurxiye qiraada dadku sagoo inuu si aad u tukanay u tusay hoosna dadku yeelay yaami salaada ibaadada nuucaas ah labay u qaybsanta marka ugu horeeya oo qalbiga waxaas soo galaan inuu inkiro qof la shaydaana ku soo riday marka hore ilaahu u tukanayay shaydaana yiri bal dadkana istus سلام مركي بقلبي سواء كري ويسك الدفاع ندى النوع عاصى قلاف ماله وانصحى عمل كيس مرها الضوبة مركي كوي هذا شيطان كوي لرأي ويسك الدفاع ووصن استوسوس كي سيسع ووصن سيسع نيادي سي أصل كهيدان اللغو أبال مرينا هي الدفاع غير كلها تنكال واحد إذا بدا أصل اللغو سمينا يي خياغي ayaa galay khiyaagina waa socda iska ma difaacin qalbigi wali ku jira xogaa dadka inuu istusayo allana waa u tukana ama waa sadaq u bixina ama waa u jihada ama waa u xajina haajaha lagu yiraahdo isdeesaas u xajina asalna allah uu soo xajiyo isla laakin xogaa haaj in la yiraahdo mar dambe qalbiga ka soo gasho taas acmaasha laba loo kala qaada amal waa amal awal iyo aakhirkiis isku xiran yihiin sida salaadba kale salaadba ma dhici karto ragcada hore inta aan saxdo ragcada dam inay burto waxaan afuun waxaan rabaa ragcada hore inta burto ragcada dam inay aan saxdo ma dhici karto ragcada hore inta aan saxdo tan tan way buri kartaa marka salaadii oran way isla buri markaas way isla buri ma dhici karto marka ragcadkii salaadba afar ragca haday ahayd ilaa hal ragcana waa saxiix inta kale way burto ma dhici karto bay ragcada labaad burto tii hore way burto midda ka dambeysa way buri كل ويسر بوري قيم كم يدو هدى يبرتو ايضا هو بوري لكن إرادات واحد كنا أن أول كي آخر كي سكوح رنين سيدا قرآن أخرين تأي الذكر إيو واحد ويان صدق بحنت قف كي بغل كونو ربين الله بحو شانو بحشي وارد عضي وهو أنصح دي شان كلو بحشي شان كلو بحشي ساقو كون ترمرسين ايا استوسوس تسوق غلا maasha marka sidaas quraanka iyo kale asagoo dhowr juus aqrinaya loo yimid markaas dadka arkay markaas xogaa isusus ku qalbiga ka ka adkaartii iyo dhikriga asagoo wada oo dhikrigi adkaartii aqrinayo boqol goor markuu subhanallahi yiri asagoo wada ay isusus ku soo gal maasha labadaas loo kala qaada maasha awalkeeda iyo aakhirkeeda isku xiran yihiin oo u dhamaato waa buri khalas waa wada buri meel alla meeshu ka soo galay mar hadii suusudki markuu galay uu hoggaanka u sii daayay acmaash aan awalka iyo aakhirka isku xirnayn sida sadaqadii iyo dhikrigii iyo quraan akhrintii oo kale intii hore waa u ansaxday inta dana ka buri isagoo konton kun sadaqayso kontonkii kale wada aa isusuku qalbiga soo gala kontonka dambe buri kontonkii hore waa u ansax isagoo juus akhriyay ayaa isusuku soo galay intii dambuu akhriyay ka buri quraanka hore waa u ansax adkaartii qayb soo akhriyay isusus soo galay inta hore usugnaan inta dambe ka buri wasas wasas wasida hal mas'alo
هدو قفكو عمل صالح إله الصميه كدبنا إلهي وأمان ونكسن تدكو دحبه وقلوب المؤمنين إلهي أمان ونكسن ودحبه تاسوح بك هدب مين وفضل إلهي وفضل إلهي السجن وكفره فيري عمل كان الله أسميه الله مركو أسميه أو الله درتيس أسميه ayaa waxa weyn dadkii ilaahay quluubtoodi amaan wanaagsan u galiyay mu'miniinta aha waa ogaaday waa ku farx waxba taasu ka dhimin taasu waxba ka dhimin taasna waxa tusaa hadiiska Abi Dhar nabiga la weydiyay sallallahu alayhi wasallam ani rajuli ya'malu al-amala lillah min al-khayr qof oo amalka u sameynaya allah dartiis يحمده الناس عليه او كدي ددكو كو امانيان كدي ندادكي يا كو امانا نبي قال لويدي صلى الله عليه وسلم فقال النبي وغيري تلك عاجر بشرى المؤمن تاسو ومؤمن كبشارتي سي سو دغدغتي وي مؤمن كبشارتي سي سو دغدغتي وي سداس وي تاسو وي مركا حديث كاس امام مسلم صحيح سكوري إمام مسلم أي صحيح سكوري مسألة الله بات أو أن ربي واحد تائنا براروشيو هجرة حديث كان سبب الورود أي المحدثين تقبل كود أشيغين سبب الورود أي أشيغين أو واحد رابين واحد شري نين قبر لا شيكيستي مكة قبر دانا أم قيس لدي شري markii ay si kale isku afkarteen gabadhii waxay tiri ilaa aad soo hijrooto oo madiina aad timaado anuu ku guursamay dad guriga rabta madiina imow soo hijro ninki waa hijrood madiinu tagay si gabadhii guurkeedu u helo markaas xadiidka nadgu yiri ay yiraahdeen kadibna muhaajir oo muqaysa loo baxay ninki arintaas سيد حافظ ابن رجب يا حافظ ابن حجر العسقلاني يا غير كود باي تصريحيان وح سبب صحيحه ان حديث كاسو سيداس كو سو اروري لما هي لما هي وقاعده جود لكن سند صحيحه او عبين يا ان سبب الورود كو سيداس هي لما هي لكن هدو دخل انا حكم كاسو سو غري له حديث كو عديي سلاله صدح هذا حديث كو ران اوو لاباينا waxay tahay هجرده وشي محمد صالح العثيمين رحمه الله وحرا يرو قاعدة كبحية إنك صنع رو شرحني فرانو شرحني شلعي أو وحا نري هجرده وحال رضا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إن لغسو قور بلدك شركيك إيا كفرك أو لسو أبو بلدك إسلامك وحين أو قيب سنطاي اللبو mid waajib ah oo qofka haaraan ay tahay meeshaas inuu joogo waa haaraan waa qof caasiya qofka halkaas jooga iyo mid sunna oo aan waajib qofka aysan ku ahayn laba shardi hadii la helo inay waajib tahay soo sheegna ijmaacna ay tahay labada shardi hadii la helo hadii labada shardi la waayana aysan waajib ku ahayn qofka اجماعات كأي ماذا صورها أنا وحن كتل معنا حافظ ابن حجر وحن ربا حافظ ابن كثير كتاب كتفسير كافي سورة النساء عند قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم لبشر دي هدين لهلو وحرام إنو وضن قالت جوغة شردك كواد وحي تايدين تيسي إنو سي خيارة اللي هو عابد كرواشر دي تاس لوايو oo diintiisa si khiyaar ah uusan Alle ugu caabudi karin waa shardi shardiga labaadna waa inuu awoodo wadankan gaalada inuu ka tago wadan muslimta waa laba shardi dii labada shardi la isla helo joogida uu jooga waa xaraan waajibna waxa ku ah hijrad diinkana waa diinta islaamka oo dhan ma aha salaada kaliya inaad tuka karto waa diinta islaamka oo dhan khiyaar inaad Alle ugu caabudi karto baadan salaadii waqtigeedii tuga karin ama aadan waqtigeedii saxda soomi karin
amaadan caruurtaadii si sharci ah u tarbiyay karin oo gabdhahaagii xijaabkoodii iyo dharkoodii san xurriyad u lahayn oo caruurtaadii gaal inta subaxdii u dhiibto aad galabtii ka sugeydo inuu keeno waa xaraan joogida aad joogtaa xaraan qatcana wey biijmaaci muslimiin inaad joogtaa haddaad awoodo inaad ka tagto haddaadan awoodin inaad ka tagto waa inaad markaa ku dadaasho sidaad uga tegi lahayd ilaa qofku wuxuusan awoodin alla uma qabsado laakiin waa inaad u diyaar garowid oo dariiq kastood awoodo ku raadid haddii labada shardi la waayo marka waa sun inuu qofku ka soo jirado wadanka gaalada laakiin waajib kuma masale kale uu sheekh maxamed saalix cuseymiin ku daray oo waa maxay waa masalada faasiqada waxaa ka qaalib noqday fisqi ama bidcu qaalib ka noqotay fisqigaasaa daahira laba loo kala qaadaa yiri qof qofka hadduu diintiisii ku haysan karo meesha waa muslimiin dadka degan laakiin bidco iyo fisqiyaa qaalib noqday hadduu diintiisa haysan karo iyo sunnada waxaa waajib ku ah inuu joogo inuu ka hijrooda waa xaaraam maxaa yeelay inuu dadka islaaxiya la rabaa waxaa dhacda ilaahay qof inuu ku islaaxiyo qofkaasuna qof kale islaaxiyo sidaasaa dhacay laakiin hadduusan awoodin inuu diintiisa isaga haysto oo asagayaa laga fitnaynatiisi oo uu ka cabsanaa naftiisa inuu fisqiga ama bidcadan raaco waajib ku tamakaas inuu ka tago laakiin isagoo awooda waa xaaraam inuu ka taga beledkaas maadaama beledkii beled muslim guud ahaan yahay diintiisina uu haysa karo diinta haysigeed waxaa ka mid a inuu qof u sheegi karo waxa weeyaan waajibay ku tahay sababtoo ah haddii meeshii fisqi iyo bidca ka jirtaba muslixiintu ka cararaan haddee xal see wax loo islaaxina maba jirto si wax loo islaaxiyo waxaa dhab oo la rabo in takyiirku ku yimaado waa in dadkaas fasahaaday ee fisqigu ku faafay ama bidcadu ku faaftay oo inxiraafay dadkaas in loogu yeero towxiidkii iyo sunnadii iyo daacadii oo looga digo shirkigii iyo bidcadii iyo fisqigii ayaa waajib sidaasayna ku imaan karta wax badana cadowgu shaydaanku ku faafiya muslimiinta dhexdooda waxa weeye shirki iyo quraafo iyo bidac iyo daacad ka tag iyo inxilaal oo dhaqankii iyo akhlaaqdii islaamka dhan laga tago ilaahay baa ku mahadsan laakiin alxamdulillah muslimiintu inay xoogaa baraarugeen oo ay dib u soo noolaanaydo sunnadii nabiga sala allahu calayhi wasalam towxiidkii daacaadkii taas ayaa muuqata laakiin ibliisku ka daali maayo waxa weeyaan inuu shaqaynaa oo hadduu dadkan muddo ku dadaalay ee shirki iyo bidca iyo quraafa ku faafeen uuna arkay hadda nuuru iimaan nuuru nubuwe inuu shidmay nuuru nubuwe inuu shidmay oo sunnadii nabiga ha loo laabto shirkiga ha laga tago bidcada ha layska daayo alla keligiis ha la caabudo dariiqii nabiga ha lagu caabudo arrintaasu shaydaan raalli garayme aad uga caroona makrina inuu u sameeyo dayma makriga uu u sameeyey waxaa ka mid ah siduu shiikhu baraarujiyey sheekh maxamed saalix cuseymiin tanbiih aad u qiimo badan oo waa maxay dadkii muslixiinta ahaa ee towxiidka iyo sunnada fahmay ayaga inuu isku sallido oo ayaga dhexdooda fasaadiyo oo ayaga uu isku diro oo ayagu kooxa kooxa iyo xisbiyaal iyo ururo kale tegay ay noqdaan isnacay waa dariiqada uu ku shaqaysa shaydaanku oo uu rabo nuuru nubuwaha shidmay inuu ku damiyo oo ku baktiijiyo oo dib shirkigii iyo quraafadii iyo bidcadii iyo fisqigii iyo gaalaraacnimadii usoo noolaato waa dariiqa uu rabo inuu isku diro dadkii muwaxidiinta ahaa muslixiinta ahaa ahlu sunnaha ahaa oo taxasub iyo kooxaysi iyo ururaysi uu ku sameeyo oo qofkii muwaxidka ahaa ee sunniga ahaa meeshii la rabay inuu ka fakero ka welwelo waxa weeyaan inuu islaaxiyo dadka naftiisa inta islaaxiyo dadkan qof islaax oo shirki uga dig qof kale islaaxiyo bidca uga ka reeb qof kaleeto waxa weeyaan islaaxi inuu ku dadaalo oo uu meeshu dadka muslimiinu inay hagaagaan oo muslimiin badan islaaxaan oo ilaah raxmaddiisu soo degto oo muslimku cizo yeesho oo cadowga alla duloobo bilcagsi inuu u fakero afar asaga ka amar qaadato inuu helo oo cidduu yidhaha lacnadanan lacnadaysa cidduu yidhaahda jeclaanaa jeclaanaysa cidduu yidhaha gaalaysiya gaalaysiinayda
إدو يرى بدحية يرى بدحية أفر تاس إنو قد دورت وانا ما أنت مصيبة دا مسلمين تايسة تنامي داس قفك إنو ضد إنو ولا شضو نوحيدك سنقة وهو قد دور بدا أفر تاس يرى إنو سلهو أفر تاس كبهد داس إدو كوكي إكار وكوكي ومركو إلا كعا 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 هبل سوما جديد كافر بالله العظيم وي. خلاص وكافر أفر تودي دي ودليه أساق وقلن لول كودان قال هاد داي ربطه هاقب سطو بدعة هاد داي ربطه هاقب سطو فسق هاد دور ربطه هاقب سطو انحراف كدع هاد أفر تايدا دا يش ريه وكتب هاد داس ايهن اي ديار سن قف كان ارا قال ده وار ده قف كان ارا مبتدع ده انا وحي لين مبتدع وي هدو يهي سنقة سنة النبي او قرقار كبدا مبتدع وي خلاص وار ده خلاص وار ده شف هاد داس او تاني وافاسق كير هذا وافاسق إن تاسو كدور برا إنو الله يرسوله قرقاب ويرش محمد صالح عثيمين وحيلاها أيان ضرره وضعي وحا كميدو يري أنو حاجك تشوغة أوحا الله يكينو اللبكو وحو أفريكان أفريكان كنو أوليتان حيلا وضط وحوين عجامئة فهم كالدين تؤاد أوليتو مركا إني قفك وحوين شبهد نمكة ما بسولة يب شبهد نمكة ما بسولة كرم فهم كالدين تواليتا أهل العلم يصنري مكلا يقانين خلاص أفر تقفك وصهر مرا إسكالي أفريكان وقولي واحد اللي كانوا لبكوا حوضة أفريكان وكوا حوضة واحدة كانت قالة يسينا وقولي إن كفاروا كوا كلا نواحي لين كفار أيها ما حيسكوا قالة يسينا يانوي وحيسكوا قالة يسينا يان مسألة إلا سوقنا فايدة كرت مسألة فرعية ويو أفضب وحوين اجتهادكو كأمم ومعمتها markii salaada loo istaago allah akbar markii la ragacmo in halkan la saara maya waa in saas loo laalaadiyo salaadaas isku haystaan malikiyada magta afrikaan ka buux oo gacmaha la laadinay inkastoo sunnadu tahay halkan in la saaro fiir marka daliil ahaan loo laabto mas'alada halkan in la saara sunnada marka qofku taagan faatixada iyo qiraada akhra ee in la laalaadiyo ma marka faatixada akhrina hadana waa mas'ala fuqahaadi salaf sax isku qiraafin fiir wuxuu yiri kooxa koox gaalaysiinayda waxay leedahay waa kaafirad nabigu halkaas hala saaru yiri waa diideen waa laalaadiyeen nabiguna wuxuu yiri man raqiba an sunnati falaysa minni hata u fiiri meesha u saaran sunnadaas in ay yihiin maadaama ay sunnadaas ay yihiin waa kufaar halkaas ay ka dhalaaliyeen aa markaas ay bari aan ka nahay marka taasna waxa keenay fahamka fasidka ayaa keenay ala kulli hal qof walbaaba waa inuu ogaado adoo isagoo kaligiis oo qawan oo cagacad ilaahay hortiis in la soo taagi doono oo wax jabhad la saar taas weyn qof ogaado taas weyn ad ogaato kaliya abo la shiqaagu ku jawaabina wala saahib kaana ku jawaabina wala ninki jabhadnimada ku abaabulay ku yiri ku kaxibilna ku abaab kulama socdo kaliya abo oo qawan oo cagacad warigeedna sida uu yiri shaqadu salaam ibn taymiyah rahimahullah majmu' al fatawa mujallad kafar ya tobnaad صفحة أفر بقول سديتني يا صبي هذا أدو قيمة بدن هذا الدار أدو قيمة بدن أيو آخر كويه كويري فما أحسن ما قال بعض السلف الله محاك وناك بدن هذا الكسلف كقبل كميدو يري هذين الله وناك سنة هذا الكاس أم حوية ويري ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين ولي مدعين إلهي أمر إنو أمره إلا شيطان كل بقى اعتراضه كسامية أمر كستأو إلهي أمره الله بولي شيطان كل بقى اعتراض أيوكو سمية لا يبالي بأيهما ظفر الله بدا اسمدو كو قولي استنى شيطان كو أبي يلما واسكو قمي محايا الله بدا هو الضلال أستغنى تنتيس وقف كانوا إنو انتبع دي يوبر نارتا قلع تنتيس وين تعطي أدي سيدك وضبات كو بادي يوبر إيدي ما كلاك على سوك كريه تنتيس واحد تهي قف كانوا هب بادي يوبر نارتا قلع had baadiyoodo oo naaha galo ma kala jecluu maxay yihiin labadaasu quluun aw taqsiir wa quluwi ama taqsiir qofku inuu xaqi hore uga gudbo siduu suleeyo u dadaal oo uu yiraahdo qof aan ilaahay gaalaysiin waa kaafir murtad hada ilaahay ma gaalaysiinay rasuulku ma gaalaysiin sallallahu alayhi wa quluwi ama sakii allah iyo rasuul gaalaysiin inuu yiraahdo maay gaal ma waa ki allah iyo rasuul gaalaysiinay qofan allah iyo rasuul ba gaalaysiin inaad gaalaysiido iyo inaad ka rido labada waa dala soo ma jeedo
كي الله يا رسول بمبتدع كدغين يا اد بدعولها اها لكن ان قال لما جارسيسين هدا ترى وا قال وا قلوب مبتدع ايضا الله يا رسول كو حكميين هدا ترى وا سنن وا تقصير وا تقصير مساله اول بميزان الاب شيطان كون لبد طريق مدو كاغا غريست دن كمل لبدو داس مدو كاغ انو كاغا غريست اسا قدان لبداس ان مد كاغا غريست سو ما جيدي مركا وا انو ددك مؤمنين تا ايسن نكون حزب الشيطان ايغو اسكو هيستا اني حزب الله يهن ايغو اسكو هيستا اني انصار سنه يهن ايغو اسكو هيستا اني يهن انصار الله دد الله او غرغاريه وا ان هادان ان نكون انصار الشيطان وا ان هادان نكون او مركز تقلوية تقصير كاسكا الى عليبا وحانا قلوية تقصير كاسكا ميدا ميدا نشيقو شيك او تكفير كاية تبديع انا تقلوية كو سميد يا او قفكي بريئة كاها اولنا من خواص اهل السنة اهل السنة كو اوقو قاسا انا تراو مبتدع اما سي وحوين مبتدع اللي يقانو ظاهر اترا ما يهيجا كالطورين دادكا وحان دادكا المسلم يهيجا كالطابا او ولهي يبريه يطن طاقتك صار مركا وضلال الهي وينان كان منغلين